السلام عليكم ورحمة الله هذه مجموعة من البلديات إضافة للبلديات التي نشرناها من قبل حول منحة رمضان قفة رمضان المقدرة بمليون دينار جزائري بلدية غردية بلدية الجلفة حمام ضلع بولاية المسيلة الحامة بولاية سطيف الذرعان بولاية طارف وبلدية مستغانم تقريبا الملف متشابه عند الجميع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد وسننشر كل البلديات التي نجد منشوراتها إن شاء الله